صباح الهنا وصباح الرزق. والنهاردة عن جدارة أكيد هنقول برضو صباح النصر، تعادل بس بطعم الفوز لمصر. خلينا نصيغ المباراة بالأمس بهذا يعني الشكل. على كل حال أكيد التفاصيل كلها هتبقى معانا سواء في الفقرة الإخبارية أو كمان مع ضيوفنا في الفقرة الحوارية الثانية. خليني في البداية برضو أقول لحضراتكم النهاردة أنا هكون لوحدي عشان كريم النهاردة مش هيكون معانا أجازة، يعود مرة تانية إن شاء الله يوم الحد القادم. ننوه بقى على فقراتنا زي ما احنا متعودين. فقرة أولى هتبقى مختلفة شوية، واحنا بنبقى حريصين دايما في البرنامج برضو ان احنا نجيب نماذج أهلوية من يعني فئات مختلفة وبتتكلم عن حبها للأهلي في نفس الوقت نجاحها في حياتها. هتكون معانا فقرة عن حياة ملكات الجمال وماري منصور ملكة الجمال، ملكة جمال مصر 2014، وهي على فكرة مشجعة أهلوية من الدرجة الأولى. هي بقى هتحكي لنا الكواليس وحضورها للماتشات وحاجات كتيرة جدا هي حابة تشاركها مع حضراتكم. والفقرة الثانية أكيد لازم هنتكلم عن المنتخب والأداء وغيره وغيره من التفاصيل، وكابتن عادل طعيمة نجم الأهلي السابق. نبدأ بقى النهاردة ونتكلم عن المباراة بالأمس ومصر والجزائر، والجزائر ومصر برضو إن صح التعبير. ماتش بجد كان في منتهى الرابعة، كان في منتهى الحماس، كان في روح حلوة قوي سواء بنتكلم بأداء اللاعبين أو روح الجماهير. على فكرة دي نقطة برضو في غاية الأهمية إن أنا أتكلم عن الجماهير. فعلا كان أداء محترم من يعني المنتخبين بصراحة، سواء بنتكلم عن يعني المشجعين من مصر أو المشجعين من الجزائر، كان في رقي عالي جدا. ولو هنتكلم عن الماتش بجد ماتش هايل بكل المقاييس، بالرغم ونحط كده تحت خطين بالرغم من تحفظنا بعض الشيء على التشكيل اللي بدأ بيه كيروش طبعا، لكن منتخبنا قدمه ماتش ولا أروع فعلا في الشوط الثاني تحديدا. وفكرة هنا خروج برضو أيمن أشرف وأحمد حجازي للإصابة أكيد أكيد يعني بدون أي شك عمل صدمة عند الجهاز الفني، بس أثبتنا على الأرض الواقع بقى إن الموجود عندنا سداد، ودي كانت نقطة مهمة جدا بنتكلم فيها كتير قوي. وهل كيروش عنده البدائل اللي على استعداد كافي ووافي إن هي تنزل تسد مكان أي حد من الأساسي لو غاب أو غيره؟ الإجابة كانت امبارح ده حقيقي، وكانوا فعلا على قدر المسؤولية. ماتش خلص تعادل زي ما بقول لحضراتكم، يعني هو فوز بطعم أو بنقدر نقول بطعم الفوز لمصر. لكم أن تتخيلوا كمان إن احنا متساويين كنا بالأمس في كل حاجة، الإنذارات واللي هي حسمت الصدارة لمصر، ارتكاب طبعا لاعب الجزائر الخطأ ده اللي كان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع، وبياخد كمان انذار تصبح هنا مصر في الصداره، وكمان اتحسب عليهم انذار زي ما حضراتكم تابعتوا خامس وسادس وطرد عشان نبقى هنا في الصداره بشكل رسمي. ونقابل بقى ان شاء الله الاردن في ربع النهائي يوم السبت القادم. ومره ثانيه مبروك للفراعنه، اداء نتائج وصداره المجموعه. حلو جدا ان انت كمان بتشارك هنا يعني في بطوله وبتقدم وجوه جديده واداء فعلا ولا اروع. و زي ما كنت بقول نقطة تانية نرجع نعيدها، فعلا عجبني جدا سيطرة كيروش على اللعيبة، وخاصة بعد ما بنتكلم عن تغييرين اضطراريين في بداية اللقاء بسبب الإصابة اللي قلناها لحضراتكم. وفكرة هنا كمان شخصية المدرب، يعني من فترة كنا عمالين نقول عايزين نحس بكيروش على الملعب، عايزين نحس بالأداء، عايزين نحس بسيطرته، بس كان امبارح فعلا شخصية المدرب يعني مسيطرة إلى حد كبير. بس لسه احنا مستنيين برضو بقى البطولة، يعني كويس ان احنا ماشيين كده بس احنا عايزين البطولة. وعايزين نتكلم برضو عن تاني الروح العظيمة اللي كانت عند الجماهير، وعلى فكرة ناس كتيرة جدا اشادت بالنقطة دي سواء في الصحف المصرية او حتى في الصحف الجزائرية، ناس كتيرة جدا اتكلمت عن هذه الروح المحترمة والتشجيع الراقي لحد نهاية المباراة. فعلا كان مشهد جماهيري يمكن نقدر نقول ما شفناهوش مع المنتخب من 2010 وجيل اكيد الثلاثية التاريخي اللي مش هيتعوض فعلا. ده بقى عايزينه يستمر في كل المباريات. وعايزين كمان هنا نتكلم عن تجمع جماهير الجزائر ومصر، فكرة في ملعب واحد كان ليه يعني زي ما حضراتكم بصوا بقى بصوا المشهد الجميل ده. على فكرة الصورة دي انتشرت بشكل كبير جدا جدا على السوشيال ميديا، وناس من بلدان عربية مختلفة مش بس من مصر والجزائر كانت بتتكلم مشهد جميل. وعايزين كمان يشوفوا ده بين الجزائر والمغرب في الماتش القادم وغيره وغيره من المباريات اللي هتجمع دول عربية ببعضها، والروح القديمة الجميلة اللي احنا متعودين عليها ومفيش أي تجاوزات، الكل شجع، وهي دي كرة القدم الحقيقية، وهي دي كرة القدم اللي احنا نعرفها، جماهير فعلا يعني في روح المدرجات. واحنا كمان هنشوف بإذن الله زي ما كنت بقول لحضراتكم مباراة قوية جدا في ربع النهائي بقى بين المغرب والجزائر، ودي برضو هتبقى كده زي ما بيتقال نهائي مبكر في البطولة عشان نشوف متعة كروية حقيقية ومنتخبنا يوصل بإذن الله لنصف النهائي ونكمل بقى مشوارنا في المونديال العربي.
قبل ما نروح ونسيب هذا الملف والمونديال العربي، انا عايزه اتكلم شويه عن تصريحات كيروش. انا بحب كده اركز مع التصريحات المختلفه لكيروش بصراحه، كم حاجه كده وكم نقطه هو اتكلم عنها عجبتني. هو قال في التصريحات امبارح في المؤتمر الصحفي، قال: قبل الحديث عن اي شيء اود في بدايه حديثي ان اتوجه بالتهنئه للاعبي المنتخب المصري على ما قدموه في مباراه اليوم، هم يستحقون التقدير على الروح والقتال. دي حاجه. الحاجه الثانيه اتكلم عن الاجواء، قال الأجواء كانت رائعة في الملعب، وأعتقد أن كل من حضر المباراة استمتع بها، ومش كل بس من حضر، فعلا كل من شاهد كمان وتابع المباراة استمتع بها. قال نقطة ثالثة، قال: ليس من السهل أن تلعب مباراة كهذه مع فقدان لاعبين دفعة واحدة نتيجة طبعا الإصابة، لكننا تعاملنا مع الموقف بعد التغييرات، فقد أدى مصطفى فتحي وأحمد ياسين مباراة رائعة للغاية. من فكرة بقى كمان الحديث عن أفشة، أن الناس كتير كانت بتسأل طب هل أفشة جاهز للمباراة القادمة ولا لا، هو برضو تحدث عن هذه النقطة، قال: أفشة حتى الآن إمكانية مشاركته لم تتضح في المباراة القادمة، وسنشاهد غدا في التدريبات ونقرر بعد ذلك. آخر حاجة برضو قالها: أنا فخور لرؤية هذه الروح مع لاعبي المنتخب. فيعني تصريحات إيجابية ومشهد امبارح إيجابي، نتمنى إن شاء الله إن ده يستمر. نسيب بقى المونديال العربي ونروح للمعارك اللي حصلت في أوروبا بالأمس تحديدا، وكان في مباريات كتيرة ومباريات، نتكلم دوري الأبطال واللي حسمت فيها أو حسم فيها بعض المتأهلين بقى لدور ال 16، منهم تشيلسي، اليوفي، مان يونايتد، بايرن ميونخ، ريال مدريد، انتر ميلان، وأياكس، وسبورتنج لشبونة، ومان سيتي، باريس سان جيرمان، وأخيرا طبعا ليفربول وأتلتيكو مدريد. ولسه النهارده تكملت بقى المباريات عشان حسم بقية يعني المتأهلين، لكن المباريات في العموم امبارح برضو كانت فعلا روعة جدا. أكيد احنا كنا كلنا مركزين مع يعني المنتخب، بس ده ما يمنعش إن احنا كلنا برضو كنا بنتابع وبنشوف كل شوية إيه النتائج ومين اللي حسم طبعا التأهل، والماتشات اللي زي دي مشيت إزاي. كالعادة طبعا المباراة الأهم كانت في دماغنا وإحنا حتى بنتفرج على منتخب مصر، وهي فكرة هنا يعني ميلان وليفربول، عشان نشوف برضو صلاح عمل إيه ويعني إيه اللي حصل والأجواء كانت عاملة إزاي. فيعني لا، في الأيام دي روعة بصراحة في المباريات وفي الأداء كمان على الأرض. على كل حال خلينا ناخد على التليفون الناقد الرياضي أحمد صبري ونلم معاه كل النقاط دي. هو دلوقتي في إيطاليا وهو حضر كمان اللقاء بالأمس. يعني يا كابتن أحمد، أنا برحب بيك في البداية، صباح الخير. صباح الخير، برحب بيك وبرحب كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. وامبارح يعني أجواء كانت جميلة جدا جدا، وخليني بس قبل ما نخش في التفاصيل احكي لنا كده أجواء المباراة في البداية كانت عاملة إزاي في الملعب، ومواجهة طبعا تعتبر تاريخية بين نتكلم ميلان وليفربول. تفضل يا فندم. طبعا امبارح المباراة كانت الأجواء الجماهيرية عظيمة جدا، كان مسموح بحضور 75%، كانت ال 75% ممليه بالكامل، حوالي 57,000 تذكره اتباعت من حوالي اخر تذكره اتباعت من حوالي 10 ايام او اسبوعين. كان جمهور ميلان طبعا متحمس، ميلان ما لعبش في دوري ابطال اوروبا من موسم 2013-2014، وبالتالي وجوده في البطوله اللي توج بلقبها 7 مرات قبل كده، وجود امل للتاهل لدور ال 16، ده ساعد على ان الجمهور يجي بكثافه، خصوصا ان الفريق كمان نتائجه في البطوله المحليه في بطوله الدوري الايطالي نتائج ممتازه جدا ونتائج مميزه الفريق ما عاشهاش من سنين طويله. على الناحيه الثانيه ليفربول كان موقفه مختلف، ليفربول حسب التاهل متصدر المجموعه، كسبان ال5 ماتشات اللي قبل كده، وبالتالي كان الوضع بالنسبه له مختلف، هو جاي بدون ضغوط. يورجن كلوب اتكلم قبل المباراه في المؤتمر الصحفي ان هو هيدور الفريق، هيريح بعض النجوم، وده اللي حصل فعلا لما شفنا التشكيله باستثناء عدد قليل جدا من اللعيبه على راسهم طبعا محمد صلاح. صحيح. كان اغلب التشكيله مش من اللعيبه الاساسيه، فبالتالي كان الموقف مختلف شويه، الاجواء الجماهيريه كانت حلوه، الاجواء كان في الملعب امبارح كانت مميزه جدا. اللقاء نفسه يمكن فنيا كان في واضح اختلاف، رغم ان ليفربول ما لعبش الاساسيين، بس واضح فرق المستوى الكبير جدا ما بين الفرقتين. ميلان بعده عن البطولات الاوروبيه لسنين طويله مخليه ما يقدرش يجاري فريق بحجم ليفربول، كان بطل اوروبا 2019 وبطل الدوري الانجليزي في 2020 ومنافس دلوقتي على لقب الدوري الانجليزي. الفروقات كبيره رغم التاريخ الكبير للفرقتين، ولكن الحاضر مختلف، وبالتالي ليفربول امبارح ما عناش خالص علشان يكسب المباراه حتى لو بيلعب بالصف الثاني.
كويس جدا. طب بالنسبه لمحمد صلاح برضو، يعني هل بتشوف ان هو لسه بيتمتع بشعبيه في ايطاليا ولا الوضع شويه مختلف؟ لا، محمد صلاح خلاص دلوقتي يعني عدى مرحله الكلام عن شعبيته في منطقه معينه. محمد صلاح ما شاء الله دلوقتي خلاص يعني في حته تانية، ربنا يكرمه دايما. طبعا خلاص، محمد صلاح دلوقتي اسمه اشهر من على العالم، في اي مكان في العالم، في اي ملعب في العالم. امبارح حتى واحنا في المباراه كان في حوالي يعني انا مش عارف العدد بالظبط، بس حوالي 3 او 4000 مشجع انجليزي لفريق ليفربول. محمد صلاح هو اللي واخد الجماهيريه الاولى والشعبيه الاولى. الاغاني كلها اغلبها لمحمد صلاح لما نزل الملعب. هو واضح ان هو نجم الفريق خلاص، دي حاجه يعني بقت واضحه وبقت حاجه محسومه وبقت حاجه ملموسه جدا. اكتر لعيب بيتغنى له، اكتر لعيب واخد وضعه جماهيريا، اكتر لعيب عليه العين. لا ما شاء الله، محمد صلاح يعني ربنا يكرمه، يعني وصل لمنطقه كبيره جدا، وان شاء الله في مزيد يعني باذن الله. لو رحت معاك بقى كابتن لاداء ابراهيموفيتش، يعني برضو ابراهيموفيتش حاله، برضو خلينا نتكلم، حاله استثنائيه الى حد كبير، ليه مفعول كده زي السحر بصراحه. انا من الناس اللي بحبه جدا يعني، وليه تاثير على لعيبه الميلان. فامبارح برضو سر الروح دي والاداء والتاثير على الملعب وعلى اللعيبه، برضو لو تكلمنا عنها. ابراهيموفيتش طبعا نجم كبير جدا، كاريزما كبيره جدا. امبارح حتى المذيع الداخلي وهو بيقول التشكيل بتاع ميلان، اكتر لعيب خد تشجيع لما اتقال اسمه في التشكيله كان زلاتان ابراهيموفيتش. ولكن بعيدا عن الجماهيريه والكاريزما، لان هو ليه كاريزما كده دايما جاذب للانظار، دايما جاذب للكاميرات، ولكن السن في النهايه ليه حكمه. زلاتان ابراهيموفيتش فوق ال 40 سنه، المجهود البدني مهما كان قوي بدنيا ما بقاش زي الاول، المردود الفني في ارض الملعب ما بقاش زي الاول. دوره القيادي اكبر من دوره الفني في الوقت الحالي في الميلان. صحيح، وجود نجم كبير، وجود عنده خبرات، بيدي ثقه للي حواليه، بيدي ثقه لزمايله، ليه دور مهم جدا في لم الشمل في اوضه اللبس، بيعتمد عليه المدرب في ادوار كتيره جدا، رغم ان هو مش كابتن الفريق، كابتن فريق رومانيولي مدافع الميلان، ولكن هو ليه دور قيادي، ليه دور مهم جدا. اعتقد ان الادوار في غرف خلع الملابس والادوار الخارج المستطيل الاخضر لزلاتان ابراهيموفيتش اكبر بكتير من الادوار الفنيه اللي بيعتمد عليها المدرب. طبعا هو نجم كبير حتى فنيا، انا مش بقلل منه، ولكن بحكم الزمن هو ليه ادوار ثانيه في تركيز عليها واضح من اداره الميلان ومن ستيفانو بيولي المدرب الفني للميلان يعني. طيب انا هروح معاك برضو، وتوقعاتك مين هيوصل للمربع الذهبي بقى في البطوله نقدر نقول؟ والله صعب، احنا القرعه ان شاء الله يوم الاثنين، النهارده فيه لسه مباريات لحسم بعض الفرق المتأهله لدور ال 16، هيبقى في قرعه لسه يوم الاثنين، قرعه دور ال 16. قرعه دور ال 16 بيبقى حاكمها بعض القواعد شويه، وهي ان ما ينفعش فرقتين من نفس البلد يلعبوا بعض، وطبعا الاوائل بيلعبوا، اوائل المجموعات بيلعبوا من تواني المجموعات. بعد كده لما هنيجي ندخل تاني على دور الثمانيه هيبقى في قرعه تانيه، هيبقى في مباريات اخرى ومواجهات اخرى. احنا ما نقدرش نجزم قوي دلوقتي مين، ما تقدرش حتى تستشعر، ما تقدرش تشوفها كده بتوقع يعني حاليا هيبقى صعب. والله هو في فرق، اصل يعني احنا ما نعرفش برضو دور ال 16 ده هيبقى في شهر 2، ودور ال 8 هيبقى هنخش في شهر 4. احنا لسه بعيد قوي، المستويات بتتغير، في انتقالات يناير، في حاجات كتيره. لا انا بتكلم بالمستوى الحالي، لو بنتكلم على الوقت الحالي بالزبط. لو بنتكلم عن الوقت، لو بنتكلم على اللحظه الحاليه، لا طبعا الفرق الانجليزيه تحديدا ليفربول، مانشستر سيتي، تشيلسي، ومعاهم بايرن ميونخ، دول المرشحين الاوائل بدون شك على المستوى الحالي وعلى اللي تقدم خلال دور المجموعات. دول ابرز الفرق، اقوى الفرق، عندهم دكه بدلاء قويه جدا، عندهم شخصيه في الملعب. في اللحظه الحاليه اكيد دول المرشحين الاوائل للقب. بيجي بعديهم بعض الفرق زي ريال مدريد مثلا في الصف الثاني شويه، فريق كويس، فريق بيأدي بشكل مميز جدا، ولكن الفرق اللي احنا قلناها في الاول دي لا، واضح ان في فروق في المستويات عن باقي الفرق خلال مباريات دور المجموعات. استاذ احمد انا بشكرك جدا جدا على هذه المداخله، وترجع بالسلامه ان شاء الله. شكرا ليك جدا.
طيب لسه طبعا كلامنا هيبقى كتير وبشكل اكثر تفصيلا في الفقره الاخيره مع كابتن عادل تعيمه، بس خلينا نستكمل حضراتكم دلوقتي اخبارنا ونروح لنادي الاهلي، ان كان في اجتماع مهم جدا ومثمر يعني عقده كابتن محمود الخطيب مع السيد ياسين منصور رئيس شركه الاهلي لكره القدم، ده كان طبعا في حضور كابتن سيد عبد الحفيظ موسيماني عشان يبحثوا كافه بقى الترتيبات المتعلقه بفريق الكره، سواء بنتكلم خلال الفتره الماضيه او الحاليه وكمان مستقبلية، استعدادا طبعا لخوض التحديات المنتظرة على المستويين المحلي والقاري. الاجتماع شمل مناقشة آلية العمل تمهيدا لاستلام القائمين على الشركة مسؤولية قطاع الكرة هنا بأكمله، بعد الاطلاع طبعا على كافة الأمور من خلال جلسات تحضيرية وتنسيقية يتبعها استلام المهمة والتواصل المباشر مع مديري الأجهزة، سواء بنتكلم في الفريق الأول أو قطاع الناشئين طبعا أو الأكاديمية وكافة الإدارات المعنية بالقطاع. طيب نروح بعد كده لخبر حلو امبارح وبطلتنا الاهلاويه الجميله اللي نورتنا هنا برضو اكتر من مره هنا جوده وتوجت بالميداليه الذهبيه في بطوله العالم للشباب لتنس الطاوله المقامه في البرتغال، وحققت ذهبيه زوجي هنا الانسات مع اليابانيه ميروا بعد الفوز على ثنائي المانيا 3-0، والنهارده كمان هتلعب هنا منافسات نصف النهائي لفردي السيدات، فيعني جود لك وبالتوفيق ليك يا هنا، بطله جميله وهي بنوته صغنونه لكن يعني تتكلم معاها تحس ان هي اكبر من سنها وعندها طموح وبتحب النادي الاهلي بشكل يعني كبير، وهي بنت النادي الاهلي من وهي بيبي، حتى هي كانت بتحكي يعني قصتها، كانت صغيره وكانت قصيره جدا على الترابيزه فكانوا بيضطروا يقصوها لها، فباذن الله كمان تشرف اكتر واكتر بالنادي الاهلي وتبقى هي البطله اللي تروح بعد كده تمثل مصر في الاولمبياد. نروح لمزيد من التفاصيل ودكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه، حضراتكم اكيد خلاص حفظتوا مين دكتور محمود على كل حال، يعني دكتور محمود صباح الخير في البدايه طبعا، صباح لحضرتك. اهلا بيك، ومعلش هبدا بالتحضيرات الجديده، وطبعا عايزين نعرف طقس الويكند، وعايزه اروح تحديدا للاخبار اللي كانت متداوله على مواقع مختلفه ان في تعطيل للدراسه اليوم ببعض المحافظات المصريه يمكن منها البحيره ومطروح وكفر الشيخ والاسكندريه، اتفضل يا دكتور. طبعا النهارده حاله العدم الاستقرار لنشاط الرياح المثير للاتربه بيكمل معانا من امبارح. النهارده منذ الساعات الاولى في طبعا نشاط الرياح ومحسوس بشكل كبير جدا، خاصه طبعا في مناطق المدن الجديده والاماكن المكشوفه والمفتوحه بشكل كبير، منخفضه فيها مستوى الرؤيه الافقيه بسبب اثاره الرمال والاتربه. ان شاء الله مع تقدم ساعات النهار بتتهيأ الفرص لسقوط الامطار سواء على السواحل الشماليه او شمال الوجه البحري، ولكنها امطار متوسطه وعلى فترات متقطعه، فان شاء الله هتكون غير مؤثره على كافه الانشطه اليوميه. فترات الليل ان شاء الله النهارده بتبدا تهدا الرياح تماما، ولكن طبعا انخفاضات نصوص درجات الحراره في ساعات الليل خاصه الساعات المتاخره والساعات الاولى من الصباح. فجر الخميس تبدا الشبور المائيه في الظهور اعلان بالاستقرار في الاحوال الجويه ان شاء الله. طيب يعني فكره هنا بقى تعطيل الدراسه، لان زي ما كنا بنتكلم مع حضرتك قبل كده يعني لازم يكون في مصدر موثوق والكلام ده، وكان فعلا طبعا في مصدر موثوق بهذه الاخبار، لكن هنا القرار مش صادر بقى من وزاره، هو بنتكلم عن هنا يعني ممكن نقول على مستوى اضيق يعني محليات اكتر، صح كده؟ هو طبعا يعني انا هو طبعا قرار تعطيل الدراسه يعني مش اختصاص هيئه الارصاد الجويه، ولكن بالتنسيق مع الهيئه في ترقب حاله الطقس بالظبط، بترى بقى بعض المحافظات الاسلم ايه الاجراءات الاحترازيه بتاعتهم، فيعني موضوع تعطيل الدراسه بيبقى خاص شويه بالاجراءات الاحترازيه الخاصه بكل محافظه طبعا، وبناء على توصيات طبعا هيئه الارصاد زي ما حضرتك بتذكر. طبعا توصيات هيئه الارصاد من حيث وصف حاله الطقس في كل محافظه طبعا. الويكند يعني نقدر نفهم من كلام حضرتك ان هو هيكون افضل من الاجواء اليومين دول ولا هيبقى ايه؟ لا ان شاء الله افضل بكتير، هتهدأ سرعات الرياح تماما، هتزيد فترات سطوع اشعه الشمس، وقت الظهر هيكون الجو بالفعل معتدل. كويس. فترات الليل طبعا درجات الحراره منخفضه، الطقس جميل البروده في ساعات الليل، فالاجواء هترجع الى طبيعتها والاستقرار والطقس الخريفي ونهايات فصل الخريف باذن الله. خلاص هي ايام تقريبا ونبدا بقى فصل الشتاء يوم 22 تحديدا، صح كده؟ بالظبط يا فندم ان شاء الله. شكرا ليك دكتور محمود، شكرا جزيلا. لسه اخبارنا ما خلصتش، فاصل سريع وهنرجع نكمل.
اهلا بكم مره ثانيه، ودلوقتي نروح لاخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه. ومنى ابراهيم مراسلتنا العزيزه موجوده في النادي الاهلي بالجزيره. يا منى صباح الخير عليكي. بصبح عليكي طبعا، وبحب دايما مع اخبار النادي الاهلي تدينا نظره كده عن الاجواء عندك في النادي، وكمان لو الطقس والحاله المروريه يبقى عظيم جدا منك. تفضلي. بصبح عليك يا نواند، وبرحب بيكي وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد من 10 الصبح في الاهلي، واكيد كمان اخبار رياضيه اهلاويه كمان جديده. يعني في الاول خلينا اقول لك الجو يمكن في انخفاض ملحوظ طبعا في درجات الحراره، جو برد وفي رياح لحد ما ممكن تكون شديده. ده يمكن اللي مخلي الاعضاء لسه مش موجوده بشكل كبير في النادي. في طبعا بعض الاعضاء موجودين اللي بيحبوا يكونوا موجودين دايما، او دايما معتاد ليهم ان هم يبقوا موجودين في الصباح الباكر في النادي هنا، لكن الاعداد مش كبيره قوي يمكن علشان الجو لسه برد شويه. يمكن ده اللي خلاني كمان وانا جايه في طريق النهارده للنادي الاقي ان في سيوله مروريه كبيره، ممكن ناس قلقت ان هي تنزل طبعا بعد التحذيرات الكتير اللي كانت بتقولها الارصاد امبارح ان الجو النهارده يكون شديد البروده او في رياح قويه. يمكن ده اللي خلى فعلا النهارده ناس كتيره ما نزلتش او يعني تغيبت عن سواء الدراسه او شغلهم، فيعني كان في سيوله مروريه كبيره جايه يمكن وانا جايه من طريق الدائري دقي لحد ما وصلت للنادي الاهلي هنا في الجزيره. يعني كان في سيوله مروريه كبيره، ما حسيتش ان في اي مشكله، بالعكس جيت اسرع من المعتاد. رائع جدا. اتفضلي. خليني بقى في الاول اقول لك يعني على الجانب بقى الاداري، النهارده النادي الاهلي هنا هيكون في اول اجتماع لمجلس الاداره المنتخب حديث من قبل الجمعيه العموميه. ده اول اجتماع لمجلس الاداره الجديد طبعا برئاسه كابتن محمود الخطيب، هيكون النهارده ان شاء الله. اكيد اول اجتماع ليهم هيكون في بعض او الكثير من ال القرارات الإدارية تحديدا اللي هتطلع النهاردة، وهنعرفها أكيد بعد الاجتماع. أما بقى عن الجانب الرياضي خلينا نبتدي بكرة القدم. الفريق الأول طبعا لكرة القدم اللي النهاردة بيواصل تدريباته. التجمع الفريق هيبقى الساعة 11 والتدريب هيبقى الساعة 12، ده طبعا ضمن الاستعدادات لماتش أمام الرجاء المغربي في السوبر الأفريقي اللي تحدد يوم 22 ديسمبر الحالي في الدوحة. إن شاء الله بنتمنى لهم أكيد كل التوفيق. خلوني بقى نروح لكرة السلة. كرة السلة رجال اللي النهاردة عندهم تدريب قوي جدا الساعة 4 علشان ماتش اليوم الجمعة اللي جاي أمام سبورتنج، ماتش أكيد مهم وأكيد الفريق بيحضر له بشكل كبير وقوي. أما بقى عن سيدات السلة بقيادة طبعا كابتن علي هاشم، النهاردة إدالهم راحة من التدريبات بعد فوزهم أمس على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 82-59 في دوري السوبر للمحترفات. أما بقى عن رجال كرة اليد بقيادة طبعا كابتن طارق محروس، لحد دلوقتي مستمرين في الراحة السلبية حتى يوم 14 ديسمبر بسبب معسكر المنتخب الوطني اللي موجود دلوقتي في المركز الأولمبي بالمعادي واللي فيه 10 لاعبين من النادي الأهلي. خلينا أفكرك بالأسامي بتاعتهم: محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، أحمد عادل، عمر خالد كاستيلو، عمر سامي، محسن رمضان، مصطفى خليل، أحمد هشام سيسا، عبد الرحمن فيصل، إبراهيم المصري. يمكن منتخبنا الوطني المصري دلوقتي بيستعد ان هو هيسافر يوم ان شاء الله 15 ديسمبر وحتى 21 ديسمبر الى المملكه العربيه السعوديه علشان في دوره وديه دوليه هتتلعب هيكون مشارك فيها دول المغرب والبحرين والسعوديه، واكيد كمان منتخبنا الوطني المصري بنتمنى لهم اكيد كل التوفيق في البطوله دي، يعني ان شاء الله يعملوا بطوله كبيره زي العاده. أما بقى عن سيدات كرة اليد بقيادة كابتن يحيى يوسف، تدريبهم النهاردة تدريب قوي طبعا الساعة 8 على صالة الشهداء، استعدادنا لمباراة 6 أكتوبر يوم السبت القادم. طبعا الفريق امبارح كان فاز، وحابة أبارك لهم الفريق لحد دلوقتي فريق كرة اليد سيدات في النادي الأهلي محقق العلامة كاملة وعامل ريكورد كبير جدا وقوي لحد دلوقتي، فاز كل المباريات الماضية. امبارح كانت مباراتهم مع نادي ترسانة على صالة الترسانة انتهت ب 36-12، دي كان طبعا في ضمن منافسات بطولة الدوري. خلونا بقى نروح لرجال الطايرة بقيادة كابتن محمد مصلحي اللي مستمرين في تدريباتهم النهاردة وبيستعدوا لمباراة نادي الزهور يوم الجمعة في الجولة الثانية من بطولة الدوري. البطولة اللي كان افتتحها الفريق أول مباراة في الجولة الأولى كانت أمام نادي الإعلاميين، خلصت بنتيجة 3 أشواط دون مقابل، وعملوا حقيقة مباراة كبيرة جدا بعد طبعا طول انتظار كبير استنيناه طبعا عشان البطولة تبتدي. بدأوها وافتتحوها بشكل قوي جدا وكبير. مش هم بس، كمان
السيدات الطايره بقياده كابتن حمدي الصافي، تدريبهم النهارده الساعه 6، وبرده كانوا افتتحوا البطوله في نفس اليوم وكسبوا على نادي الزهور في الجوله الاولى بنتيجه 3 أشواط نظيفه، والنهارده بيستعدوا لمواجهه دجله يوم الجمعه المقبله ان شاء الله. يعني خليني في الاخر بقى لازم طبعا ااكد على كلامك وبارك لهنا جوده المعجزه، معجزه تنس الطاوله المصريه وبنت النادي الاهلي اللي بتعمل حقيقي معجزات كبيره جدا ويمكن كتير جدا كلنا بنتكلم عليها دايما. اتاهلت لنصف النهائي وهتلعب ظهر اليوم مع الهنديه سهانا، بعد طبعا ما فازت على الالمانيه جارسيل ميا بنتيجه 4-1 في ربع النهائي. مش بس كده، كمان هي هنا توجت امبارح بلقب بطوله العالم للناشئات تحت 15 سنه في منافسات الزوجي مع زميلتها اليابانيه هاري موتو. ان شاء الله كمان مش بس الزوجي، ان شاء الله تتوج بلقب البطوله كمان للفردي. بنتمنى لها اكيد كل التوفيق. يعني ديانا هوندا كانت كل اخبار النادي الاهلي هنا وفرقه الرياضيه. بشكرك جدا على المتابعه والعوده اليكي مره ثانيه في الاستوديو. اتفضلي. اخبار جميله منك يا منى، بنشكرك جدا جدا على هذه التغطيه. خلينا ننتقل بقى لمقر جريدة الشروق ومراسلتنا العزيزة أيضا سارة حامد، ندافع معاها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع. سالة صباح الخير عليكي. طبعا صباح الفل، وشدني قوي المانشيت اللي بيتحدث عن التصريح الخاص بمدرب الجزائر لما تحدث وقالت انا تاثرنا بالعامل البدني امام منتخب مصر ولقاء المغرب ديربي. فخلينا نعرف برضه تفاصيل منك اكتر، لان محللين رياضيين مختلفين كانوا بيتحدثوا عن هذه النقطه وكانوا بيتكلموا يمكن العامل البدني افضل كان، او يعني الكفه راكحه اكتر نحو المنتخب المصري لصغر سنهم او الفارق في السن كمان مع المنتخب الجزائري. تفضل يا سالة. صباح الخير يا نهوان. طبعا في البدايه برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه نادي الاهلي في كل مكان. يعني يوم جديد وحلقه جديده طبعا من 10 الصبح في الاهلي، وجوله صحفيه جديده من داخل مقر يعني جريده الشروق اللي طبعا هكون معاكم فيها عشان اطلعكم على اخر واهم الاخبار يعني الرياضيه سواء من الصحف المحليه او من الصحف او العالميه. طبعا خليني في البدايه يعني قبل ما اتكلم معاكم في اي خبر يعني ابارك لكل الشعب المصري بعد يعني تاهل المنتخب الوطني للربع النهائي من بطوله كاس العرب بعد ما يعني تعادل مع المنتخب الجزائري في المباراه طبعا اللي كلنا شفناها امبارح. فببارك لكل الشعب المصري. وخلينا نبتدي معاكم باول خبر النهارده من جريده الجمهوريه، استعدادا لربع النهائي العربي الفراعنه لا يعرفون الراحه. يمكن النهارده ان شاء الله يبدا المنتخب الوطني استعداداته لمواجهه السبت المقبل في الدور الربع النهائي لبطوله العربيه بعد ما تاهل منتخبنا عن المجموعه الرابعه بصحبه المنتخب الجزائري، ويخوض المنتخب الوطني مرانه النهارده ان شاء الله بالملعب الفرعي بمدينه اسباير الرياضيه، ويشمل تدريبات النهارده احماء يعني تدريبات احماء وتدريبات تخصصيه وتقسيمه بين اللاعبين. كمان الجهاز الفني يمكن يعني بدأ يعني نهاوند مشاهدة فيديوهات لمباريات المجموعة الثالثة وتحديدا منتخبي المغرب المتأهل بعد الجولة الثانية والمتصدر المجموعة، والأردن المرشح الأول ليحل ثانيا على حساب فلسطين والسعودية. كمان يمكن كابتن ضياء السيد المدرب العام لمنتخبنا الوطني أكد امبارح إنه يعني لا وقت للراحة، يمكن المنتخب الوطني بعد المباراة امبارح يعني المفروض يعني المفترض إن هو يحصل على راحة، ولكن ده ما حصلش. النهارده إن شاء الله هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي عشان يعني خلاص فاضل 3 أيام على مباراة الربع النهائي لبطولة كأس العرب، فلو وقت الراحة هيواصلوا النهاردة التدريبات بشكل طبيعي. كمان الخبر الثاني معانا النهارده من جريده اليوم السابع، مدرب الجزائر تاثرنا بالعامل البدني امام منتخب مصر ولقاء المغرب ديربي. يمكن اكد مجيد بؤره المدير الفني لمنتخبنا الجزائري ان العامل البدني هو سبب تفوق المنتخب المصري في المباراه التي جمعتهما امبارح يعني طبعا على ملعب الجنوب ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة كأس العرب. والمنتخب مصر يعني بعد المباراة دي طبعا اللي كلنا شفناها بيكون في صدارة المجموعة بعد التساوي مع المنتخب الجزائري في عدد النقاط برصيد 7 نقاط وعدد الأهداف برصيد 7 أهداف لكل منهما.
الخبر الثالث معانا النهارده من جريده الشروق، امبابي يحقق رقما غير مسبوق في تاريخ دوري الابطال. يمكن امبابي حقق نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي رقما غير مسبوق في تاريخ مسابقه دوري الابطال اوروبا، وسجل امبابي هدفين لصالح باريس سان جيرمان امام كلوب بورج بالشوط الاول من المواجهه المقامه مساء الثلاثاء امبارح ضمن منافسات الجوله الخامسه من بطوله دوري ابطال اوروبا. وصل امبابي لهدفه ال30 في دوري ابطال اوروبا ليصبح اصغر لاعب عمره 22 عام يصل هذا الى هذا الانجاز التاريخي في تاريخ المسابقه. كمان الرابع خبر معانا النهارده من جريده الشرق الاوسط، ارتيتا غاضب لخساره الارسنال امام ايفرتون وبينيتيز تنفس الصعداء. يمكن اعرب او قال يعني الاسباني ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق ارسنال عن غضبه وخيبه امله من اداء فريقه الارسنال الذي فرط في تقديمه وخرج بهزيمه يعني في المباراه مع نادي ايفرتون بنتيجه 2-1 يعني هدفين لأفرتون وهدف للأرسنال أدت لتراجعه لمركز السابع، ومنحت بنيتيز المدير الفني لأفرتون الفائز بتو نجاة بعد أن كان مهددة بالإقالة. يمكن طبعا يعني زي ما كلنا عارفين يمكن أداء يعني فريق أفرتون الفترة الماضية كان أداء بعض اللعيبة ما كانش جيد، يعني بعض الأداء يعني ما كانش موفق يعني الفترة الماضية، وكمان يعني بعض النتائج كانت سلبية، فده كان ممكن يكون السبب في إقالة المدير الفني لفريق ايفرتون. ولكن يعني فوزه على نادي الارسنال هو ده كان بالنسبه له طوق نجاه يعني بعد ما كان مهدد بالاقاله. يمكن ديانا هواند كانت كل اخبارنا يعني للصحف الرياضيه سواء المحليه او العالميه. طبعا انا معاكي لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو كلمك طبعا ليك يا هواند، تفضلي. تغطية أكثر من رائعة يا سالة، شكرا ليكي جدا عليها، وبشكر مرة تانية زميلتنا العزيزة منى إبراهيم. المنتخب بس لسه الكلام عليه طبعا كتير، بس قبل ما ننتقل لخبر آخر حابة أعقب مرة تانية على التصريح الخاص بمدرب الجزائر لما اتكلم تاني وقال تأثرنا بالعامل البدني. ليه هقف عند النقطة دي تحديدا؟ لأن النقطة دي ذكرت في استوديوهات تحليلية كتيرة جدا، أنا تابعت برضو بعض الاستوديوهات التحليلية خاصة بيعني قنوات جزائرية، هم تحدثوا تحديدا في نقاط أهمها كان اولا تحدثوا ان كان في تفوق طفيف للمنتخب المصري على مستوى هنا امتلاك الكره والتحكم بها. وطبعا النقطه اللي انا ذكرتها ان البعض برضو كان بيتحدث ان القوه البدنيه وفروق السن كانت لصالح الكفه المصريه، وايضا تحدثوا ان كان ممكن المنتخب الجزائري ان هو يقدم اداء افضل من ذلك، والبعض راى يعني ان هم لم نرى كره قدم اصلا طريق بالمنتخبين. فدي كانت اراء مختلفه من استوديوهات مختلفة يعني الشق الجزائري أو الشقيق الجزائري، لكن أكيد تاني برجع أقول التفاصيل كلها هتبقى إن شاء الله في الفقرة الأخيرة مع كابتن عادل طعيمة. طيب كده الفقرة الإخبارية انتهت، هنروح فاصل نرجع بقى مع نماذج أهلوية وملكة جمال مصر 2014، وهي زي ما كنت بقول لحضراتكم يعني مشجعة أهلوية درجة ثالثة بعد الفاصل. ملكات الجمال معروفين في العالم وفي أي دولة إن لازم بيبقى ليهم طبعا نظام رياضي وبيعيشوا عليه، ولازم كمان إنهم يكونوا واخدين بالهم من نفسهم جدا، وأكيد بيشجعوا فرق معينة برضو في العالم كله أكيد يعني ده بلا يعني شك فيه. بس إحنا بنتكلم عن ملكة جمال مصر 2014 لأن هي مشجعة أهلوية زي ما كنت بقول لحضراتكم يعني درجة ثالثة، وكمان ناجحة جدا في شغلها. والستيريوتايبنج بتاع زمان اللي إحنا كنا دايما نقول يعني ملكة الجمال عبارة عن شكل ده مش حقيقي تماما،
والواقع هو اللي اثبت كده. خلينا نعرف كل التفاصيل دي. بس نرحب في البدايه بملكه جمال مصر 2014 ميري منصور. صباح الجمال. صباح الفل. ايه الحلاوه دي على الصبح؟ لا بجد منورانا والله. انا متاكده ان كريم ندمان ان هو مش معانا النهارده. لا انت منورانا. وقبل ما نخش تفاصيل كتيره وطبعا هنتكلم عن الاهلي اهم حاجه، بس عايزين نعرف الناس برضو مين ميري وبدايتك لما فكرتي ان انت تقدمي في ملكه الجمال وهكذا. اوكي. انا في الاول اسمي ميري منصور، بنوته مصريه ارمنيه من اصول يونانيه كمان. نشات في اسكندريه، كنت بدرس في المدرسه الارمينيان وبوغوسيان، اسمها بوغوسيان. وكبرنا في مصر عادي من صغرنا، ومامتي برضو أرمنية يونانية، والدي مصري بيور. وبس، وموجودة معاكم وبتشرف ان انا النهاردة في قناة النادي الأهلي. انت منورانا. وخلينا نكمل. طيب ده الاصل، بعد كده ايه اللي خلاكي تفكري انك تقدمي في اصلا كومبيتيشن او مسابقة ملكة الجمال؟ اوكي. هو انا مفكرتش انا شخصيا، to be honest. هو خالي الله يرحمه هو اللي كان مقدم لي فيها قبل ما يتوفى فترة قليلة جدا. وبعد ما توفى كنت حابة أعملها as a challenge، أو يعني أهديها لروحه، عشان كده يعني دخلت المسابقة وكملت فيها والحمد لله. حلو جدا. أكيد أكيد قبل ما تدخلي مسابقة جمال لازم يبقى في استعدادات، وهل فعلا فعلا عشان إجابة تبقى صريحة الرياضة كانت جزء من حياتك قبل وبعد، ولا الموضوع ما كانش عندك اهتمام بيه كبير؟ بصي، أنا بتمرن باسكت من وأنا عندي 7 سنين، وبجانب رياضات تانية كتير كنت بعمل سباحة وخيل وجمباز، يعني كذا حاجة، بس استمريت في الباسكت لأن هي كمان لعبة شعبية شوية في الجزء الأرمني، وبلاس كمان اسكندرية فهي معروفة أكتر كباسكت. كان نفسي ألعب كرة قدم، بس هي ملهاش قوي يعني دلوقتي غير زمان. زمان ما كانش ليها قوي. صح. انا كان نفسي برضو وانا صغيره، بس فعلا ما كانش، كان يمكن نادي الطيران كان المكان الوحيد اللي ممكن الى حد ما، بس كان صعب برضو عشان احنا من اسكندريه ونكون في القاهره وكده. فالرياضه بالنسبه لي كانت يعني جزء في حياتي، يعني رياضه ومذاكره، يعني رياضه واي حاجه جنبها. بس يمكن هي دي حاجه من الحاجات اللي لسه محافظه على شكلي وجسمي لغايه دلوقتي. حلو جدا. نخش بقى على هنا فكره الاهلي. اوكي. انت بتحبي الاهلي جدا، وانت صغيره والعيله عندك كلها اهلاويه. فعلا. خلينا نبدا، يعني مين اكتر حد في العيله هو اللي كان اهلاوي جدا وانت حبيتي الاهلي بسببه؟ اوكي. هي والدتي وخالي اكتر اتنين يعني اهلاويين. احنا العيله كلها. عايزه اقول لك على حاجه بقى، ده اكسكلوسيف. ابا عن جد. مش ابا قوي، بابايا زملكاوي. مفيش مشكله. يبقى عن جد بابا حلو في حته جدا معانا بصراحه. هو يعني ديمقراطي، اللي هو يعني انتوا بتشجع، هو علمنا ان كل واحد له رايه، كل واحد يحب يشجع الفريق اللي هو عايزه. طبعا. وفي الاخر دي رياضه، يعني احنا at the end of the day في بيبقى روح رياضيه وكل حاجه. بس انا مامتي متعصبه جدا، يعني احنا 3/4 المباريات لو انا مش في الاستاد فانا بتفرج معاها في الماتشات وكده. وخالي برضو الله يرحمه هو كان اهلاوي جدا، ومن زمان كان هو دايما معودنا ان احنا اي ماتش في استاد اسكندريه احنا لازم نكون بنحضره. بصي، اي بيت مصري بيبقى فيه كل حاجه، يعني ما هتلاقي اللي بينتمي لنادي كذا ونادي كذا، في الاخر احنا مصريين يعني. طبعا. والنقطه دي ما فيهاش جدال، وما تزعلش حد، ما فيهاش اي حاجه. أيوة. وانا ليه بقول لك العيله عندك؟ لان انا عارفه ان خالي كان ليه تاثير كبير عليكي جدا فعلا، سواء في فكره المسابقه او كمان الاهلي. هو كان حتى بيحب ياخدك معاه يعني الماتشات وغيره، فاثر في حياتك الله يرحمه طبعا بشكل كبير. طيب احكي لي اكتر عن يعني البيت بقى، وانتوا قاعدين بتتفرجوا، باباكي زملكاوي، مامتك وخالك اهلاويين، يعني خلينا نعرف برضو الاجواء كانت ازاي. هو يعني هو ده حصل اوقات قليله قوي، لان انا بابايا ظروف شغله مخليه مسافر بره مصر اكتر الوقت، وبهديله طبعا تحيه. هو اكيد بيتفرج. مفيش مباراه في البيت كده او حتى في استاد فاكره كواليسها شويه؟ وانا صغيره يعني بصي مش هبقى فاكره قوي، بس طبعا يعني مع اي جون طبعا بيجي بقوم بهيص، حتى لو مش عارفه ايه اللي بيحصل وبتاع. بس كان في طبعا اجواء الاحتفالات دي. دي لو كنتي صغيره هنا كانت قريب الصوره دي، صح كده؟ الايه؟
دي كانت في، لا ده من قريب جدا، في تصفيات كاس العالم اللي فاتت. ده كان بتبقي مع مين بقى؟ مين برضو اللي بيروح معاكي كان وقتها؟ هنا كنت انا وجروب صحابي من اسكندريه، وانا فاكر كنا قاعدين في ثالثه يمين اظن. ليه بتحبي تقعدي في الدرجه الثالثه برضو؟ ده كان سؤال حد اعرف. بصي دي كانت في مباراه الاهلي بس مش فاكره انهي واحده بالظبط. لا يعني طبعا محمد صلاح. واحده واحده يا جماعه عشان كل صوره ليها قصه. واحده واحده. طب خلينا في الصوره الاولانيه. أوكي. كنت فيها مع صحابك وكان المنتخب بيلعب. أيوة. صح كده. طيب خلينا طيب في الصوره دي هنا التقيتي بصلاح، احكي لنا كواليس برضو اللقاء دي. ده كان في معسكر منتخب في برج العرب، وكان بعد ماتش على طول طبعا زي اي مشجعه بنجري ورا وفخورا يقول ايوه عادي جدا يعني. لا كنا يعني كنت انا واصحابي رحنا بعدها يعني قريب من المكان الفندق الاقامه بتاعهم، وبالصدفه البحته يعني لا مرتبه ولا اي حاجه يعني، وشكلي عادي اللي هو طالع عيني عادي يعني، وشفت محمد صلاح كابتن كابتن ممكن ناخد صوره بس، وعدت كده. بس هو شخصية محترمة طبعاً جدا على الحقيقة جدا فوق الوصف جداً. يعني طيب معانا صور تانية؟ في صور تانية؟ ده فين بقى؟ دي في المجر، كانت تبع مسابقة اسمها قوي قلبك. كان الفريق بتاعنا كانوا مختارين ناس معينة يعني من مصر ومن القاهرة واسكندرية، نروح باسم مصر يعني نلعب ألعاب زي أولمبيك جيمز كده في برنامج اسمه قوي قلبك. ده كان بعد يعني بعد المسابقه. ايوه. احمد فهمي طبعا حبيبي. احمد فهمي اهلاوي اهلاوي. هو وهنا اصحابي جدا، هنا زبركاويه وهو اهلاوي، فدايما بيبقى في صراعات برضه بينا. دي كانت في ميس بان ارمينيان جيمز في ارمينيا. واخدت برضه تايتل الوصيفه الاولى لملكه جمال الالعاب الاولمبيه. ده في اسكندريه. لما بتحضري مسابقات مختلفه بتبقي حريصه ان انت تتكلمي يعني عن طبعا مصر، وفكره هنا برضو المسابقات زي ما انا كنت بقول ان هي مسابقات الجمال المفهوم عنها اختلف، مش قصه بس شكل جميل، لا في ذكاء وفي نجاحات اتحققت وهكذا. يعني هل دايما بتحاولي ان انت تبقي بتنقلي الصوره عن المراه المصريه وعن الرياضه المصريه وغيره؟ بصي انا قبل اي حاجه انا يمكن نشات في عائله مختلطه يعني مش مصريه بيور، بس انا في الاول وفي الاخر انا مولوده هنا، فانا بنتمي للبلد دي برضو. فقبل ما اروح اي حته دايما بيسالوني عن الارمن في مصر. يعني بحس ان انا زي سفيره الارمن في مصر. أيوة. فاهمه؟ ولما بروح بره ببقى زي سفيره مصر في اي بلد بروحها. اكيد بره. قابلتي ست سفيره نبيله مكرم، هي كانت عامله احتفاليه كذا مره. أيوة عن الارمن صح. في مصر. ايوه صح. صح. فهي بتبقى مسؤوليه كبيره عليا، يمكن الناس مش بتقدر الحته دي شويه، بس هي بتبقى مسؤوليه ان انت لازم تطلعي باحسن صوره للطرفين علشان ترضي طرفين برضه. والكونسبت عن الرياضه انا هروح بقى معاكي، بصي الموضوع هيتشعب لكذا نقطه بس كلها نقاط متصله. فكره هنا الرياضه النسائيه، لان البعض عنده ثقافه ان احنا يمكن في مصر ما بنهتمش كنا بالرياضه بالذات السيدات، ما فيش اهتمام كبير او سبوت لايت عليها. الكذا سنه اللي فاتوا اصبح الموضوع تماما شيفتد مختلف تماما. صح. بالعكس عندنا نماذج نسائيه اكثر من رائعه وحققوا ورفعوا اسم مصر في محافل دوليه وجابوا لنا ميداليات كثيره جدا. الكلام برضو والكواليس بتاعت اللقاءات بتحاولي ان انت تنقلي الصوره دي ازاي حاليا كمان الفتره دي؟ بصي يعني طبعا انا ده شرف لينا ولكل المصريين ان في كذا بطله بترفع اسم مصر في العاب، والعاب صعبه يعني يمكن في العاب القوه. أيوة. اللي هو يقول لك هو انت داخل ازاي مدخل بنتك هي اللي بترفع الميداليات في الاخر. صح. وده شرف لينا وشرف لاي بنت في مصر بصراحه ان هي يعني بس تبقى اسمها بنت مصريه. لان في يعني في ولاد كتير اصلا ما بياخدوش جوائز شبه دي في مسابقات عالميه شبه اللي هم بيروحوا. دلوقتي كويس ان احنا بدينا نغير ثقافتنا شويه، فان البنت ممكن يبقى ليها دور ايجابي في اي العاب اولمبيه او اي العاب عامه، وفي الاخر
هو انت بطل يعني. اذا كان بنت او ولد انت بترفع اسم بلدك في حاجه معينه، فدي حاجه كويسه قوي كتشالنج يعني. طب هروح للاهلي شويه، لما كنت لسه في المسابقه وزي ما انا كنت بقول طبعا يعني ملكات مختلفين او وصيفات او متسابقات، كل واحده بتنتمي اكيد لبلد وكل واحده بتنتمي لنادي رياضي معين. انت اتكلمتي قبل كده عن الاهلي وطبعا كانوا عارفين عن الاهلي، خلينا برضو نعرف النقطه دي. بصي يمكن الاهلي بالذات في الوطن العربي كله او في العالم كله ليه شخصيته. يعني انت ما تروحي تقولي انت بتشجعي كوره او بتشجعي فريق ايه، فبقول انا بشجع اصلا الاهلي، انا بنتمي للنادي الاهلي، تلاقي كله عارف بجد ريلي يو نو الاهلي. اكيد طبعا. فهو الاهلي مصنف عالميا ومش بس في مصر ولا في الوطن العربي، لا الاهلي معروف بجبروته. حلو جبروته دي، لا بس مظبوط. بتروحي بقى النادي يعني، روحتي افرع مختلفه بتحبي تروحي؟ بروح طبعا الجزيره ده طبعا، رحت مدينه نصر، رحت مره الشيخ زايد، لسه طبعا مستنيين بقى الفروع الثانيه كتير ان شاء الله على خير. يعني برضو الشيخ زايد يمكن رحت مره واحده كنا بنصور البرومو بس هو حلو جدا. يعني بصي هتلاقي كل فرع متميز عن الثاني، بس في كل الخدمات اللي انت بتبقي عايزاها كعضوه. فيعني ده بجد الحق يقال يعني. بس انا برضو جزيره اكتر واحد ده كل حاجه هناك عارفه، وتحس انك بتخشي مش باوفر في الكلام ومش كلام اعلام خالص، بجد بحس ان انا داخله بيتي يعني، بحس ان انا في راحه نفسيه كده وانت داخله، في ذكريات، في تاريخ. التتش ده تاريخ ناس كتيره واسامي عظيمه. صح. يمكن دي كمان صوره التاسعه بمناسبه الكلام. أيوه. صح كده. انا كنت باورجنايز الماتش ده، طبعا كان الحضور كان صعب شويه في المباراه دي بالذات، عملت حاجات كتير وناس كتير ساعدتني ان انا اعرف ادخل كاورجنايزنج للجيم مع الكاف. فدخلت والحمد لله. مين اكتر اتقابلتي اصلا مع لعيبه قبل كده من عندنا ولا لا؟ قبل كده كنت بعمل انترفيوز مع كذا لاعب فتره يعني، فكنت بقابلهم كشغل يعني. بس هو عامه ساعات لما كنت بحضر مثلا اي تمارين او حاجه كده في الملعب في التتش وكده، فطبيعي ان ممكن تقابلي حد بالصدفه يعني او تسلمي عليه وكده. مين اكتر لاعب بتحبيه يا ماري؟ ما تقوليليش كلهم، مين اكتر لاعب بتحبيه؟ لا مش هقول لك كلهم خالص. انا اجابات الدبلوماسيه مش هتمشي لا عندنا. مش دبلوماسيه، بس انا عكس شويه في الحته دي. بصي ممكن اكون بحب طريقه لعب لاعب معين تمام، بس انا ما بعرفش انتمي للاعب يعني ان هو اقول ده الاهلي ما ينفعش من غير الاهلي، زي ما احنا عارفين من واحنا قد كده بمنحدر يعني طبعا. اللي موجود في الملعب بيقدم، وانس انه بيلبس تي شيرت النادي الاهلي خلاص يعني هو كده بياخد مسؤوليه كبيره عليه. بس في لعيبه طبعا بحبها في الملعب يعني، في لعيبه بتدي فعلا بروحها وبتبقى لعيبه رجاله بجد، ان هي وانس ان بتشيل مسؤوليه دورها في الملعب بتشوفي منهم احسن حاجه. في اسامي كتير مش عايزه اقول اسامي معينه. ادينا اسم يا ماري. ممكن علي معلول بما انه كمان مش مصري، بس هو في الملعب بيبقى حاجه كويسه. ايمن اشرف، اكرم توفيق، مش عايزه الشناوي طبعا. مش عايزه انسى حد يعني، بس دي من اللعيبه المؤثره في وليد سليمان يعني. قابلتي كابتن خطيب قبل كده ولا لا؟ ما قابلتوش يعني فيس تو فيس، بس شفته كذا مره على بعد كده، بس عشان احافظ برضو على الخصوصيه بتاعته ما كنتش بحب اقرب قوي يعني. حلو جدا. طيب خلينا نروح ل يعني ماري بقى، انت في حياتك بتشتغلي بتعملي ايه دلوقتي؟ بصي انا قبل ميس ايجيبت وانا بدرس كنت بعمل موديلنج از تي في يعني اعلانات وكده وفوتوشوت. بعد الموديلنج كنت حابه ابدا اخش شويه في مجال التمثيل وكده، بس ما جاتش فرصه لسه كامله. وبعدها عملت شيفت كارير شويه، دلوقتي عامله البيزنس بتاعي فلامينجو ده زي بيوتي لاونج.
حاجات للفيشل تريتمنتس واهتمام بالبشره وكده. حلو، انت جربتي كذا كذا حاجه، مجالات كتير مختلفه، مش حابه ترجعي موديلنج تاني ولا؟ انا ده بجانب الموديلنج، ده اول ما بيجي لي حاجه برجع اشوفها هل هي مناسبه ليا او لا وببدا اعملها تاني. حلو جدا، ربنا يوفقك بجد، حاجه يعني جميله، نموذج بجد اهلاوي جميل جدا. بصي فرصتك حلوه ان انت دلوقتي بيتابعك بجد، ولو مش هيتابعك على الهوا هيتابعك بعد كده على اليوتيوب ملايين. فلو حابه تقولي حاجه للجمهور الاهلي يعني دي فرصه. دي الكاميرا بتاعتي. قولي للكاميرا بتاعتي، هنختم حتى بكلمتك لجماهير الاهلي. انا مبسوطه ان انا معاكم النهارده، وشرف ليا ان انا اكون بمثل جمهور نادي الاهلي حتى لو في حاجه بسيطه. عايزين نساند الفريق اكتر واكتر مهما حصل، اي دروبس او اي حاجه في الفريق، احنا معروفين بعددنا. ومبسوطه ان انا طلعت النهارده على الهوا. و موسيماني مش عايز تقولي له حاجه؟ ركز شويه. لا هو يعني كتر خيره برضو، جه فتره كانت طبعًا صعبه شويه، نقله، لا بس عمل نقله جميله، وفي نفس الوقت معنا عمل نقله كبيره وفارق معانا. احنا واخدين بطولات كتير في فتره قصيره جدا، واخدين التاسعه والعاشره وتالت عالم يعني. لا وان شاء الله هيبقى فيه بطولات واللي جاي احلى اكيد طبعا. ان شاء الله. نورتينا يا ميري، ميرسي جدا على وجودك معانا. ونروح كده فاصل سريع جدا، وهينورنا بقى في الفقره الاخيره كابتن عادل تعيمه، خليكم معانا. منتخب مصر زي ما حضراتكم عارفين امبارح تعادل مع منتخب الجزائر بهدف لكل فريق، لكن اكيد في رؤيه فنيه للمباراه وكلام عن الاداء والنتائج، واكيد هنتكلم كمان عن ضغوط لاعبي الاهلي الدوليين. خلينا بس نرحب في البدايه بكابتن عادل تعيمه نجم النادي الاهلي السابق. صباح الجمال، صباح النصر. صباح الخير، صباح الخير. مبسوطه ان احنا والله النهارده بنقول صباح النصر، وانا قلت جمله في بدايه الحلقه ولو حضرتك تتفق معايا فيها، قلت تعادل بطعم الفوز لمصر. ممكن نمشيها كده، تعادل بطعم الفوز؟ طبعا نمشيها كده طبعا، لانه الولاد الحقيقه ادوا اداء رجولي جدا امبارح، وقبل الاداء الرجولي كمان كان في جمهور 40,000 بيشجعوا تشجيع خرافي. ما سكتوش. روح جميله، روح جميله جدا، كنا مفتقدينها، احساس بالوطنيه واحساس بالانتماء. فده انعكس على اداء اللعيبه خاصه في الشوط الثاني. الشوط الاولاني يمكن كنا متلخبطين شويه برضو نتيجه التشكيل الغريب اللي الراجل بيلعب بيه، برضو مفيش فايده. التشكيل الغريب مصمم، بس قلنا يعني هو مصمم ان هو يعني كريم كان بيقول هيجي لنا هيعمل لنا حاجه كده، ف يعني هو قال انها بطوله تجريبيه فهنمشيها كده بكل ما تحمله من معنى، صح؟ خلينا ممكن طبعا كده. ممكن يعني لانه هو الحقيقه في حاجات مسلمات، يعني ما ينفعش ان انا اجرب مثلا ايمن اشرف في وسط الملعب، لا دي عدلته ولا. وبعدين مروان برضو اكتر من مناسبه ما بيأديش، لسه ما فيش انسجام مع زمايله. وبعدين برضو بعض التغييرات، هو مروان حمدي عامه عليه كان بعض الكلام امبارح ناس معترضه شويه عن ان هو شارك في المباريات كلها وان هو يعني اساسي، يعني ما اعرفش هل ده ظلم لمروان ولا عدل، ناس زعلانه شويه ان محمد شريف مش يعني ما اعرفش، انا مش هقول رايي، هسيب حضرتك تتكلم. هو دايما زي اي سلعه في الدنيا، يعني هتلاقي يعني في لاعب تبص تلاقيه امكانياته انه باستمرار يقدر يؤدي الاداء الدولي بشكل سهل جدا وبشكل وفي لاعب بيبقى مستواه ما بقصدش مروان طبعا، لكن هو ما اعرفش هو لسه مش منسجم، الى جانب برضو ما كانش موجود امبارح في وسط الملعب حد يوصل المهاجم للمرمى، كمان الاطراف بتوعنا ما كانوش بيتقدموا خاصه الشوط الاولاني لا اكرم ولا فتوح. فالحقيقه مش عايزين نظلمه، لكن برضه مصمم ان شريف بيلعبه ناحيه الجناح. احنا في الاهلي الراجل بيلعبه جناح واحنا بندافع، وبعدين واحنا بنهاجم بيبقى راس حرب. فدي يعني هي مش عايزه توصل له، فعايزين يعني نقول انه المنتخب مش حقل تجاره، لان انا ببني دايما على اللي فات. اللي فات ايه؟ انا عندي خبرات، وزي ما هو بيقول طالب تحاليل لكل لاعب كيري قد ايه وشاط قد ايه والتحم قد ايه والحاجات دي كلها،
لابد يبقى عندي برضو معلومات عن كل لاعب، بحيث ان انا لما اجي ادفع بلاعب في مسابقه المسابقه دي ابقى انا عارف ان نسبه نجاحه ما بتقلش عن 8.5 من 10، علشان ما يبقاش فيه نقد، والنقد ده بيتاثر فيه جمهور وبيتاثر فيه اللعيبه. فالحقيقه انا مش عايز اقول برضو، لان حته ان انا بطعم الفوز يعني انا برضو ايه لازم شايف انها تو ماتش علينا يعني زياده. لا، التيم الجزائر عشان الناس كلها عارفه، وبرضو ما ينفعش ان احنا نبقى موجودين مع بعض. التيم الجزائر امبارح بيلعب بالرديف، ما بيلعبش غير 3 اساسيين بس، الجول وبين النجاح وبلاي. في 8 أو 9 فعلا مش موجودين بس. لا ده في حوالي يمكن 12 يعني، حتى الدكه والباقي رياض محرز طبعا ورفاقه. فامبارح بيلعب ب3 اساسيين والباقي كله رديف، يعني خط الظهر كله ولاد صغيرين. في وسط الملعب ما فيش غير بليلة بس، والابراهيمي بيلعب على استحياء، وبنجاح بنجاح لعب الشوط الاولاني، الشوط الثاني لما اتعور طلع. فطبعا علشان دايما نبقى عندنا واحنا بنقيم نفسنا مهونت بنقيم نفسنا صح، بحيث ان احنا مش عايزين يعني نفرح زياده على حاجه. واحنا ما نقول بطعم الفوز ده مش فرح، بالعكس ده انا كنت لسه عايزه اروح اقول اسال حضرتك عن هل احنا كنا نستحق نتيجه افضل من كده ولا لا يعني. طبعا احنا بنلعب تقريبا ب 80% من قوام المنتخب الاساسي، يعني ما عندناش غير صلاح والنني، واذا كان تريزيجيه هيرجع ومرموش، يعني عندنا ناقص ثلاث اماكن بس. هم العكس، هم عندهم 3 بيلعبوا والباقيين كلهم، حتى المدير الفني مش موجود. يعني المدير الفني المدرب اللي شغال امبارح كان المفروض ان انا فعلا لازم اكسب امبارح، مش هتعادل واصعد بيه. وبعدين انا خايف من المغرب وخايف من الاردن برضو الكلام ده، ولادنا صغيرين لما بيسمعوه لا الكوره مش كده، الكوره عباره عن زي ما دايما بقول، انا بذاكر كويس الفريق اللي انا بلعبه، بذاكره كويس قوي وبعرف انا شغال ازاي. انا فوجئت امبارح انه الجبهه الشمال فيها ايمن اشرف فتوح وشريف، فالتلاته ما شاء الله يعني اقوياء جدا. تيم الجزائر قوته كانت في الجبهه اليمين، يعني لو تلاحظ الشوط الاولاني كل الخطوره كانت من ناحيه اكرم، وحتى اكرم كان دايما بيقابل 2 أو 3 ومفيش حد بيسانده، يعني لما نزل مصطفى فتحي ما بيدافعش، فكان اكرم باستمرار يعني ضغط، ربنا يعني ربنا يبارك له يعني. كان ولد الحقيقه قمه الرجوله، عمل كل حاجه. فطبعا هو فتحي والسلية نجوم المباراه بكل المقاييس. يعني الحاجه برضو الثانيه اللي لازم الناس كلها عارفاها واللي احنا لازم نقولها من خلالك، الكرامبات الكتيره اللي حصلت امبارح، قرينا وسمعنا ان الراجل عمل حاجه غريبه جدا ماتش السودان، بعد المباراه مباشره راح عمل تمرين بعد المباراه حتى للولاد اللي هم لعبوا. فطبعا انا بلعب مباراه في علم احتاج راحه بعدها على الاقل، يعني في علم التدريب ده اقصى حمل، المباراه عباره عن اقصى حمل انا باخده. ايوه بشيل اكتر ثقل علي بعد الحمل ده، اروح مديهم تمرين تاني. حضرتك شايف ان ده كان غلط تماما يعني، والدليل على كده كم اصابه امبارح. فتحي الكرامبات 2 اكرم طبعا ربنا ان شاء الله تكون اصابه بسيطه بالنسبه لايمن اشرف، حجازي شد، الى جانب برضو عمرو السلية برضو كان في برضو. بس متهيالي اللي لعب اساسي ما اتمرنش، ده اللي انا المعلومه اللي عندي يعني، الباقي هو اللي ما شاركش، اللي كان التمرين شارك فيه، ويمكن اكون معلومتي غلط بس ده اللي انا اعرفه. هو المراسل في يعني المجموعه اللي لعبت بشكل اساسي 90 دقيقه كامله ما اتمرنوش في التمرين اللي هو لاحق بعد كده المباراه، ده اللي انا اعرفه. بس على كل حال يعني المهم اللي يعني المراسلين اللي موجودين هناك قالوا ان الراجل عمل تمرين للناس كلها. اوكي. فيجوز ان فعلا ده ما حصلش. والدليل على كده انه في فرق، يعني هوند في المغرب مثلا الماتش اللي فات ما لعبش ولا واحد اساسي، لعب تيم تاني خالص. لانه عارف ان كل 48 ساعه في مباراه، او كل 72 ساعه في مباراه. فلابد يبقى في عمليه استشفاء وراحه وروتيشن. المغرب عنده قوام فرقه والبدلاء
ما بيقلوش عن بعض خالص يعني. فريح فرقته بالكامل، أزارو وبنون كل الفرقة تقريبا خط الظهر بالكامل، المهاجمين بالكامل كلهم كان مريحهم، ولعب فرقة تانية خالص ماتش السعودية. ده برضه فكر مدرب عامل حسابه انه في الدور ربع النهائي هيقابل يعني عايز يوصل مصر بالظبط، عايز يوصل لابعد نقطه واولاده واقفين على رجليهم ما يكونوش تعبانين. منطقي جدا. فانا ماتش السودان ما كنتش المفروض ان انا العب بالقوام الاساسي بتاعي، يعني خط الظهر بتاعي، كان ممكن جدا ان انا اريحه. وانا خاصه ان احنا شفنا امبارح احمد ياسين امبارح كان كويس، ممكن الونش ماشي باك رايت، ممكن كان بدل اكرم كان يريح اكرم، يريح فتوح، ويبقى فيه نوع من بحيث ان ماتش الجزائر يبقى انا داخله وانا ما هو الناس قالت ماتش الجزائر البدايه الحقيقيه، فلازم ان انت يبقى عندك الفريق كامل. وبعدين ناس تانية تقول لك ما اديناش الاداء المتوقع. تيجي على الصعيد الاخر اللي هو الجزائر، يعني لو حضرتك تابعت هناك الاستوديوهات التحليليه المختلفه بيقولوا لا بالعكس مصر كانت الافضل يعني، ولو حتى بفارق طفيف. فيعني انا تقييم لا الشوط الاولاني، لا الشوط الثاني، لكن الاستحواذ وغيره كان لصالح مصر. وحصلت حاجه برضو الى جانب انه الراجل الشوط الاولاني كان هم مسيطرين كل الخطوره تقريبا، احنا ما رحناش تقريبا الجول الجزائر، لكن حصل حاجه كده برضو احنا ممكن نلاحظها بحكم الشغله، يعني ان في الباك ليفت حصل بينه وبين زميله بلايلي او ابراهيمي كلاش. هو لسه صغير والبلايلي او ابراهيمي لعيب كبير يعني، فحصل بينهم مشدة قبل الشوط الأولاني ما ينتهي. في غرفة الملابس أتوقع إن حصلت مشكلة. ده توقع كابتن عادل، إحنا ما نقولش معلومة. طب أنا بتوقع بحكم إن أنا بشتغل معلومة؟ بشتغل معلومة والدليل. طيب خلاص أنا بس عايزة أكد أقول لك يعني. الدليل. ماشي. وأنت شفتيه إمبارح. هما خرجوا للملعب بعد قد إيه؟ لا مش عارفه قد ايه متاخرين 5 دقائق. يعني الحكم فكان في مشاده في غرفه الملابس، كان في مشاده في الملعب الاول وكملت، مش عايز يلعب الكره السهله، هو ولد صغير مش عايز يلعب الكره السهله، مش عايز يديها له، فحصل بينهم كلاش. الكلاش ده جه على الكاميرا بحكم برضو الشغل في المهنه دي فتره طويله. حضرتك لاحظت؟ بلاحظ ان الولد الصغير متعالي شويه على زمايله، حتى نقطه ضعف واضحه جدا في اوضه اللبس اتاخروا 5 دقائق، ودي عمرها ما بتحصل في البطولات اللي زي دي. يعني منتخب مصر نزل وفضل الحكم واقف مستنيهم، وبعدين هم نزلوا جري، لان التاخير ده يبقى المدرب العام مش مسيطر على الاوضه دي. ده توقع يجوز ان انا مخطئ، لكن بنسبه 70% لان الاداء اختلف تماما الشوط الثاني. حصل هبوط، حصل عدم تركيز، تحس ان هم في حاجه غلط حصلت، اتشدوا شده مش كويسه. فده الى جانب ان هم طبعا ما فيش شك بيلعبوا بالصف الثاني، وده كان اقدر لينا ان احنا الماتش ده كان المفروض ان احنا نلعبه بثقه اكتر من كده من البدايه. بس احنا حصل برضو ظروف عندنا، احنا ما بنلعب من غير قفشه وعندنا اصابتين حصلوا غير متوقعين تماما، يعني برضو ما هياش كانت الافضل لو هنتكلم في الظروف من اللي المنتخب المصري برضو يعني. هنا وهنا كان في حاجات او كان في دروبس. على كل حال احنا لسه حوارنا طويل مع حضرتك، بس عندنا فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل مع حضراتكم مع الكابتن عادل تعيم. لسه كلامنا مستمر مع كابتن عادل طعيمة ومنتخب مصر. خليني بقى اروح لسؤال اخر واعرف راي حضرتك برضو. فكره هنا ان احنا بيبقى عندنا يعني او كراش حريص ان هو يزج بوجوه جديده للماتشات، ويمكن وجوه جديده مش دوليه، اول مره تشارك بشكل دولي، ده بتشوفه ازاي؟ لمصلحه اصلا المنتخب ام لا؟ ولو هو مش لمصلحه المنتخب طب كان المفروض الحل يتم ازاي؟ لا ما فيش شك ان مصلحة المنتخب انه يدفع بوجوه جديدة، لان ده برضو بتبقى حاجة جيدة، لانه في البطولات اللي زي دي ممكن هو يدفع بنجم او اتنين من الدوري المحلي بحيث ان هو يشوف امكانياتهم على المستوى يشوف امكانياتهم في المباريات الحقيقية يعني الاصلية، في المباريات اللي هي معقولة يعني. لكن دايما المنتخبات ما بتبقاش حقل تجارب.
ايوه دايما ليه بيعملوا ناشئين منتخب اولمبي او شباب منتخب اولمبي؟ علشان التدرج ده يبقى اللعيبه اخذوا كم من الماتشات الدوليه بحيث انه لما يطلع للفريق تؤهلهم بقى للمشاركه بشكل فعال. عنده من الخبرات ان هو بالنسبه للتكتيك، بالنسبه للتدريبات، بالنسبه للمقابله الجماهير، بالنسبه للتكتيك اللي بيلعب بيه اكتر من تكتيك بيلعب بيه في المباراه. كل الامور دي بيبقى اللعيب عنده كم من الخبرات 50 60 مباراه دوليه. فلما الفريق الاول بيجي ياخده او المنتخب الكروش لما يجي ياخد بحيث ان هو يستطيع انه يبقى نسبه نجاح اللاعب نسبه كبيره، ما يبقاش بيطلع يلعب ماتش وخلاص والموضوع ينتهي. فالامور دي طبعا بتبقى جيده بس ما تبقاش بكثره كبيره لان انت عندك قوام للمنتخب. لما اقول لحضرتك مثلا منتخب اسبانيا، منتخب بلجيكا، هتلاقي العناصر الاساسيه بتاعته موجوده. اربع خمس سنين كاس العالم هتلاقي منتخب بلجيكا هو منتخب انجلترا هو. طب كيروش كان يعمل ايه؟ ما ممكن برضو عشان الكلام يبقى فار، يعني دول فرق او منتخبات المدير الفني بتاعهم بقاله معاهم فتره طويله، كيروش لسه بقاله فتره صغيره، حتى ما اقدرش ان انا اقارنه ب يعني منتخب دوله عربيه، يعني هو حتى المغرب ما اقدرش اقارنه بيه، هو الراجل لسه جاي جديد، فطبيعي ان هو يجرب. ما يعني فكره، هو عمله كام معسكر؟ ثلاث معسكرات تقريبا ثلاث معسكرات مش اكتر. فانا بتكلم ان هو يعمل ايه؟ طب ما هو الوقت مزنوق، هو عايز يجرب، قدامه بطولات لسه، يمكن كاس العرب ده دلوقتي احنا اللي بنتكلم الفرصه الوحيده اللي قدامه عشان يكتشف المواهب الموجوده. انا بتكلم بتفكير او بلسان كيروش، الحل من وجهه نظر حضرتك الافضل كان يبقى ازاي؟ هو دايما المدرب اللي بيدرب منتخب بحجم اسم مصر يبقى عنده من الخبرات انه يقدر يستوعب اللعيبه بسرعه ويعرف يقيم اللعيبه بسرعه. ناخد مثال صغير، اتفضل. تشيلسي جابوا مدرب في نص الدوري عمل ايه؟ خد بطوله اوروبا. لما دخل على الفرقه ده راجل الماني توخيل اظن، اول ما دخل على الفريق تشيلسي الفريق اتغير تماما، ومع على الرغم ان طبعا فريق تشيلسي عدد محدود بعكس منتخب مصر عنده كم. يعني احنا عندنا في اللعيبه الدوليين الموجودين في مصر لعيبه كتير جدا هو ما خدهمش ليه؟ ليه وجهه نظر. وجهه النظر دي ما تنفعش في منظومه بحجم اسم مصر، ما ينفعش. بس الوقت مختلف، يعني المقارنه ممكن تبقى شويه انفير، لان انا ما عنديش وقت ان انا اجرب ماتشات ومعسكرات وحاجات زي كده، انا مضغوط، يعني برضو انا مش بدافع، انا بس بحاول يعني ابقى فير في طرحي للصوره. فكان امتى ممكن من الوقت اللي يسمح له ان هو يعمل حاجه زي كده، ان هو حتى يقرا لعيبه في وقت قصير؟ وطبعا يعني انا معاكي في الموضوع ده، ممكن يكون معذور، وبرضه ده منتخبه، ده نادي، يعني معلش انا مش بقاطع حضرتك بس لا، ما هو ده بالنادي بيبقى اصعب. لان انا لو رايح على المنتخب انا عندي كم من اللعيبه، عندي مش اقل من 40 لعيب اصلا دوليين بقالهم فتره كبيره. يعني حضرتك بتتكلم ان انا ما اروحش بقى لوجوه جديده، خلاص انت عندك دول اللي تاخدهم، هم دول اللي بيتوصى بيهم. برافو يعني عليك. بس انا برضو ايه، مش عايز امنع حته ان انا وجوه جديده ما ادفعش بيها، لا بالظبط. انا عندي نجمين او ولدين ماشيين كويس قوي في الدوري، ادفع بيهم، بس ادفع بيهم مش اساسيين، ادي لهم في مراحل عشان ولاده النجم عمليه كبيره جدا. فانا مثلا احمد رفعت عنده مقومات اللاعب الدولي، انا بقول كده ان الولد ده ممكن لو اخذ ماتشات هيبقى من اللعيبه الجيدين جدا. فانا اخد احمد رفعت، اخد مصطفى فتحي برضو من العناصر اللي هي ممكن يبقى دول العنصرين دول كفايه. مع عندي 40 لعيب اصلا عندهم كم من الماتشات الدوليه 60 ماتش و70 ماتش دولي. مفيش حقل تجارب لمنتخب، انا كروش عنده خبرات رائعه جدا وتولى تدريب فرق كتيره جدا. وعنده سي في عالي جدا. ما ينفعش ان انا اجي اجرب، ما ينفعش ان انا اجي اجرب في منتخب مصر. انا عندي القوام، والقوام ده لازم ان انا ادفع بيه مع زي ما انت تفضلتي ده. يبقى عندي عنصرين ثلاثه بدفع بيهم، وزي ما احنا قلنا دايما الخبرات مع خبرات وشباب مع الشباب، فالثلاث عناصر دول اللي بيتكون منهم المنتخب. عنده العذر
انا هنقول عنده العذر، بس ارجو ارجو ان احنا لما نخش على امم افريقيا نخش على الماتشين اللي بيودونا كاس عالم، يبقى انا وانت كده ماشيين في الشارع او قاعدين في قدام التلفزيون عارفين منتخب مصر من اول الجول لحد رقم 18. انا اعتقد ده هيحصل، لان تاني الكاس العرب يعني هو خلينا نقول مش حقل تجارب، ولكن هي يعني بطوله كده مش هنسميها برضو وديه على قد ما هي لسه فيها اكتشاف. لكن وعلى فكره هو قال التصريحات دي كابتن عادل، اللي هو كان بيتكلم ان انا بطوله عايزها، ولكن في نفس الوقت انا لازم اشوف كل العناصر بتاعتي. وكمان لو حضرتك تتفق معايا، هو من اول ما جه اصلا هو ليه دماغه، يعني فكره حضرتك لو تتذكر في البدايه لما لم يدفع بمحمد شريف وقفشه في البدايه، هو كان له وجهه نظر، العالم مصر كلها والناس كلها كانت انت بتعمل كده ليه، هو كان له وجهه نظر معينه. احنا ممكن نكون القراءات الصغيره دي مش واصله لنا او واصله للبعض بشكل مختلف، ولكن ما زلنا بنتكلم ان طبعا لما نيجي بعد كده بقى نتكلم عن افريقيا الوضع هيختلف، بس مسموح ليه دلوقتي ان هو يعمل كده، يعني دي وجهه نظر برضو مطروحه. يعني طبعا هو احنا لا يمكن نتدخل في شغله، لان احنا دوله بتحترم تعاملاتها مع المدير الفني. هو ليه وجهه نظره، بس لابد ان احنا معاكي نقول وجهه نظر. احنا عايزين نفهم بس نقول وجهه نظر، ايوه، علشان ما يتقالش ان احنا كنا بنطلع نقول اي كلام. لا، بنقول وجهه النظر. انت مدير فني لمنتخب مصر، العناصر اللي انت بتاخدها يبقى عندها الخبرات، لاننا مناش حقل تجاره، الى جانب ان احنا الى الان ما لعبناش ولا ماتش قوي. يعني الجابون، ليبيا، انجولا، السودان، لبنان، رديف الجزائر، ما لعبناش ولا ماتش قوي. قوي بتقصد حضرتك كادائنا قوي على الملعب، ولا ماتش قوي بمعنى ان الفريق المنافس فريق قوي؟ برافو عليك. لا، الفريق المنافس مع احترامنا ليهم كلهم، لبنان والسودان، احنا شفنا الاداء، مش الاداء مش تيم بحجم مثلا السنغال، ولا بحجم مالي، ولا بحجم المغرب، يعني ولا بحجم الجزائر فل بالفريق الاساسي، الفريق الكبير. بنقول الكلام ده ليه؟ بننور للناس، يا اخوانا خد بالك، علشان عايزين نروح كاس عالم في قطر 2022. من فضلكم بننور، بس ان احنا مش بننقد ولا بنقول حاجه، بنقول احنا عايزين العناصر الرئيسيه بتاعتنا بقوتها تبقى متواجده. ما ينفعش ان انا داخل بطوله العربيه اللي في انديه كتيره جدا رايحه من غير المدير الفني ومن غير القوام الاساسي. السعوديه، طب انا برضو ما بلعبش بكامل قوتي يا كابتن عادل، انا بلعب ب60 تقريبا في المية، يعني ما انا مش يعني خلينا برضو ما ننتقدش. بنلعب ب75%. احنا لا ينقصنا غير مين؟ محمد صلاح. ما هو ده قليل، ماشي كمل، انا معاك. لا ما هو في ناس، ما انا معاك، بس معلش انا عندي برضو ظروف وعندي ضغط وعندي لعبه دوليه وعندي غيابات وعندي اصابات، ما انا برضو معلش انا مش بكامل قوتي. يعني اما ابقى اجي اقيم نفسي مع الناس اللي انا بديها برضو تقييمات اللي هي لها اعذار، يعني لو حضرتك تتفق معايا. هل الاصابات هل الاصابات مش نتيجه تحملات ماتشات ورا بعض، ولا نتيجه ان اللعيبه يعني ما نتيجه ان هناك اخطاء في التشكيل والإصرار على ان انا مثلا بلعب ايمن اشرف 3 ماتشات ورا بعض، والنادي الاهلي مش هيتاثر ومنتخب مصر هيتاثر؟ يعني من النهارده لا قدر الله لو ايمن اشرف جزع، بيقولوا جزع في الرباط الداخلي، ده مش هياثر في النهائي؟ ما انا بلعب طبعا، مش بلعبتي الاساسيه برضو يعني. طب مين الاصابه دي جات له ازاي؟ حضرتك بتتكلم على التدريبات يعني ولا ايه؟ على ان انا ما ريحتوش، يعني كان ممكن جدا ان انا وبلعبه في غير مركزه، فانا الحاجات دي هتاثر على منتخب مصر في الماتشات المهمه اللي جايه في امم افريقيا وفي كاس عالم، وهياثر على النادي الاهلي في البطولات اللي هو داخل فيها برضو. في عندك سوبر، وعندك ماتشات مهمه جدا، وعندك كاس عالم انديه. اكيد حجازي نفس القصه، شد في الخلفيه. عمرك شفت حجازي ما انا كان عندي تقريبا 7 غيابات. الاصابات دي يعني الاصابات دي نتيجه ان اللعيب بيسهر او مثلا ماشي غلط، ولا نتيجه احمال غلط، نتيجه ان ماتشات كتيره غلط. فانا كان ممكن جدا اريح الناس دي وادفع بوجوه جديده، او بدفع بناس جديده. امبارح لما حجازي طلع ولاعب عنصر اخر احمد ياسين،
كان كويس. انا ما بقتش فاهمه حضرتك، مع الوجوه الجديده ولا ضد الوجوه الجديده؟ يعني أنا عايزين تشكيل ثابت ولا عايزين وجوه جديده؟ انا بقول في المرحله دي انا تهت والله العظيم. طب معلش هنختم بالشرح الجزئيه دي. والله ده كلامي واضح جدا. معلش هو الدفع باحمد ياسين، هو في المرحله دي هو ما عندوش غير دول. انت ما خدتش ناس موجودين قلب دفاع كتير جدا موجودين، ما خدتهمش معاك. فانا بقول على الحته دي انت دفع باحمد ياسين امبارح. طب ما كان ممكن جدا برضه يبقى معاه مع احمد ياسين في ناس تانية عندهم الخبرات. تمام. علي جبر، في ايمن منصور، احمد ايمن منصور، في اكتر من عنصر. انا بتكلم على المرحله دي، الدفع بالوجوه الجديده بتبقى عنصر او عنصرين زي اي تيم في العالم. تمام يا حضرتك بتتكلم نعمل ده بس باعداد محدوده، مش باعداد كبيره. ده ماشي. انا مع حضرتك منتخب، اي منتخب في العالم هتلاقي العناصر بتاعته كلها ثابته معروفه، والدفع بيبقى باثنين او ثلاثه. تمام. من الوجوه. واكيد بيتوقف على الاصابات والغيابات اللي بتكون في كل منتخب. انا كده كلامي يتوه ما يتوهش، لان انا بدفع بوجوه، بس الوجوه ديت بدفع بيها في الوقت المناسب، وبعدين انا بريح. ايوه خلاص حضرتك بتتكلم على عدد محدود، يعني هي دي العدد أو المحدود فارغ اللي هو رايح بيه. تمام كابتن عادل، الوقت والله لازم نطلع ننهي خالص علشان الاذان. نورتنا بجد حقيقي. شكرا. ونشوف حضراتكم بقى الاسبوع الجاي انا وكريم باذن الله، و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.